عامر، دعنا بآخر المستجدات الميدانية والسياسية كذلك. نعم، على الرغم من احتدام المعارك في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية، لكن الحدث الأبرز هو محطة زاباروجا النووية الواقعة في مدينة نرجي دار، خاصة بعد تجدد القصف على المدينة حسب ما أعلن عمدة المدينة، وانقطاع التيار الكهربائي عن هذه المدينة التي بداخلها يوجد محطة مفاعل الطاقة زاباروجا. كذلك أيضا، وكان هنالك التقرير الذي نشرته وكالة الطاقة الذرية فيما يخص تقريرها بعد زيارتها لمحطة الطاقة الذرية النووية عفوا في مدينة زاباروجا، وقالت وحثت على ضرورة إنشاء منطقة آمنة في هذه المنطقة، خاصة بعدما قالت أنها رأت أن الآليات العسكرية مست المواد المادية في هذه المحطة. الجانب الأوكراني رحب بهذه الخطوة، لكن على ما يبدو بأن الجانب الروسي رفض هذه الخطوة، خاصة وأن الجيش الروسي يعزي هذه الخطوة بأن ربما يكون هنالك تقدم من القوات الأوكرانية أو استغلال الظروف المحيطة بإنشاء منطقة آمنة حول هذه المحطة لإعادة استرداد هذه المدينة. لكن الجانب الأوكراني على ما يبدو بأنه مصر على قراراته، بأنه قال بأن التهديد الوحيد لهذه المحطة هو وجود القوات الروسية في محيط هذه المحطة ولا يوجد أي سبب آخر. رغم ذلك لم يذكر هذا القرار الذي هذا التقرير الذي نشرته وكالة الطاقة الذرية، لم ينوه إلى أي من كان بقصف هذه المحطة، إن كان الجيش الروسي أم القوات الأوكرانية من قصف هذه المحطة. لكن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا التقرير هو بأن المحطة ومحيطها كان يتعرض لهجمات صاروخية، لكن لا زالت هنالك تبادل اتهامات بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي في قصف هذه المحطة. هنالك مخاطرة كما قال الجانب الأوكراني، هنالك مخاطرة وهنالك مجازفة وهنالك أيضا مقامرة ولعب بالنار في هذه المحطة. حدوث أي شيء في هذه المحطة سوف يؤدي إلى كارثة ربما لن تخرج منها الإنسانية، لكارثة إنسانية لن تخرج منها البشرية لسنوات عدة، خاصة وأن الجانب الأوكراني لحد هذه اللحظة يعمل، وحسب ما قالت إيرينا فريتشوك نائبة رئيس الوزراء، قال نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، قالت أنها تريد إنشاء ممرات آمنة لإخراج المواطنين المتضررين في مدينة زاباروجا لإجلائهم إلى المناطق الأكثر أمنا، خوفا من وقوع كارثة قد تؤدي بحياة المئات من الأشخاص أو ربما الألوف من الأوكرانيين في محيط هذه المحطة. نعم، أشكرك من كييف مراسل الغد عامر العروقي.